كنت صغير وكانت الأفكار تأخذني وتجيبني، ما كنت أتضايق لأني أدري أني بعمر ما يفرق بين الصح والغلط. لكن الحين أنا بالثلاثين كل شيء اختلف. لما دقيت علي على سالفة المسج ظنيت أن احنا بنتهاوش كالعادة، بس لما شفتك ساكت قلت يا ريتنا متطاققين ولا أشوفك كذي متضايق. أنت فيك شيء؟ طلقها يعقوب، ترى تماظر بنت خالتك، وانت عارف حكي الناس عندنا هني بالديرة، اللي نفس وضع أختي يأكلونه بحكيهم. أنا بلغتك وانت عاد قص الحق من نفسك.